السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في دروس اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الأسبوع 20، الإبداع، الألف اللينة في الأسماء والحروف. أقرأ وألاحظ. يتدرب الفتى على استعمال الحاسوب. من طلب العلا سهر الليالي. تنجز بشرى بحثها مستعينة بالإنترنت. يساعدنا الإنترنت في قضايا كثيرة. أحافظ على وسائل الاتصال. إن الكلمات هنا المكتوبة بالأحمر هي الفتى، العلا، بشرى، قضايا، على. أحلل. أتدبر بيانات الجدول. الكلمة نوعها، أصل الألف، رسمها، فتن، اسم ثلاثي، أصل الألف ياء، لماذا؟ لأن المثنى هو فتيان، إذن هنا الألف تقلب ياء، إذن رسمها ألف مقصورة. علا اسم ثلاثي، أصل الألف واو، علواني، علا واحد، علواني اثنان. بشرى اسم غير ثلاثي، بشريان، ألف مقصورة، اسم غير ثلاثي تعني ياء، ألف مقصورة. قضايا رأينا هذا في الدرس. اسم غير ثلاثي ألفه مسبوقة بياء، قضايا ألف ممدودة. على إلى هذه حروف تكون لها ألف مقصورة. أستنتج. تكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي على شكل ياء غير منقوطة، هكذا إذا كان أصلها ياء. وتكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي على شكل ألف ممدودة، هكذا إذا كان أصلها واو. تكتب الألف اللينة في آخر الاسم غير الثلاثي على شكل ألف ممدودة، هكذا إذا كانت مسبوقة بياء. بعض الحروف تكتب ألفها ياء غير منقوطة هكذا، مثل على وإلى. أطبق. أكمل الكلمات الآتية بالألف المناسبة. حلوى، هل ستكتبها بالألف الممدودة أم الألف المقصورة؟ سأكتبها بالألف الممدودة. ألف ممدودة. خطأ. ألف مقصورة كمان. لماذا؟ لأن في مثلنا نقول حلويان. هنا هذه حلوى اسم غير ثلاثي، إذن ألف مقصورة غير ثلاثي.
حل و غير ثلاثي، إذن ألف مقصورة. منى، إذن هنا منى ثلاثي. إذن هل ستكتبه بالألف الممدودة أم الألف المقصورة؟ منى يعني إذن منى ألف مقصورة. شذا شذيان شذوان شذيان. نقول شذيان و شذوان ألف ممدودة. هل يمكن بأن اسم يكون من ألف ممدودة و يكون و لا أستثمر. أملأ الفراغ بالألف اللينة المناسبة. مستشفى يعني ألف ممدود. مستشفى يعني ألف مقصورة. ألف مقصورة ولكن لأنه غير ثلاثي. لما ليس لأنه نقول مثنى. انظر هنا صافي غير ثلاثي. لا ننظر إلى أصل الآلي في بال غير ثلاثي تعني أنه ألف مقصورة إلا إذا كانت الياء قبل الآلف. المنادى نقول مناداواني. مناداياني ألف مقصورة. هي تاهي يراها نفس الشيء تاهي. منادى كم واحد اثنان ثلاثة أربعة عاد خماسي هذا الاسم ليس ثلاثي. إذن ألف مقصورة. دنيا ألف ممدودة لأن قبلها هي. أحسنت. شكا يشكو. لا شكا رئيس. لا الفعل شكا. شكا يشكو. شكا يشكو ممدودة. هدايا ممدودة لأنها قبلها. موسى ألف مقصورة لأن لدينا اثنان. الكل يعلم كيف موسى راه اسم. الكل يعلم كيف نكتب موسى. لماذا كتبنا موسى بيان؟ لأنه غير ثلاثي. ثانيا آتي بثلاث جمل تتضمن اسم بنت ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة مثل هدى ضحى شكا علا شكا. تقول شكا يا علا. علا بالنسبة لعلا. علا في الألف الممدودة علا. شكا هنا نهى. نهى ألف مقصورة. شكا في الألف الممدودة شكا. وأسماء اسم بنت ينتهي بألف مقصورة ألف ممدودة. هدى وعلا. هدى هنا ضحى نهى علا منى إسراء منى يعني منى الفوق خصنا بحال علا.
كده حبيت يسمونها. لا تكتب ألف مقصورة. يعني جدا علا اسم آخر مثل علا تكون بالألف الممدودة، اسم بنت علا. لا أدري. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعليكم السلام.